استعدادات حديثة كل على طريقته، فقبل انطلاق السباق وجب على كل مشارك في النسخة الأولى من رالي المغامرة الدولي وضع اللمسات الأخيرة على دراجته النارية لضمان توفر كل الظروف الملائمة لخوض الرالي الذي يمتد على 2000 كيلومتر لتكون جزيرة جربة محطته الختامية يوم السبت المقبل. مسار السباق يشمل مسالك جبلية إلى جانب الطرقات المعبدة، وهو ما يشجع المشاركين الأجانب على اكتشاف تونس. شاركوا فيه حاليا 4 جنسيات، ثم أنه بعض الدراجين التوانسة اللي هم عندهم دوبل ناسيوناليتي موجودين. عدد المشاركين فيه 27، يمتد على مسافة 2000 كيلومتر، يبدأ من تونس ويمر بزغوان، القروان، قبصة، سيدي بوزيد، سبيتلة، توزر، قبلي، مدنين، ويوصل حتى الجربة إن شاء الله. أتيت من باريس وأتطلع لمشاهدة ما يتضمنه مسار الرالي من مناظر طبيعية خلابة. أتمنى أن يتم في المستقبل تنظيم رالي يربط بين تونس والكونغو الديمقراطية ليجمع عائلة الرياضات الميكانيكية. لبيت دعوة صديق تونسي للقدوم إلى تونس واكتشاف مختلف مناطقها لأول مرة بواسطة دراجة نارية. رالي المغامرة الدولي يشهد حضور مشاركين ينتمون إلى نوادي دراجات نارية من مختلف جهات الجمهورية، في دليل على ارتفاع عدد الملاعين بالرياضات الميكانيكية في تونس رغم التكلفة الباهظة التي تستوجبها ممارسة هذه الرياضة. بديت بالبسكليت حتى بشوي بشوي لين طول البطولات الكبار والكل. شاركت حتى في الخارج، رالي فيم في برلين وايطاليا وفي الجريس، في كل بلاد فما جروب، في كل جريس فما جروب، والناس كل ما تحب الموتورات معناتها حاجة باهية. كنا الموتور وتأثرنا ودخلنا سولا فيدراسيون وبدينا نشاركوا في لي كومبيتيسيون اللي تنظمهم الجامعة الوطنية لدرجات النارية. انا نسمى بطل تونس معناتها السيزون اللي فات والسيزون هذايا. مدينة زغوان كانت وجهة الدراجين خلال النصف الأول من المرحلة الأولى من الرالية التي انتهت بوصول المشاركين إلى مدينة القيروان، على أن يستأنف التنافس غدا بسباق يمتد إلى مدينة قفصة.